اسمع انه مو كل جمهور هلال، يعني بعض جمهور هلال ياخذوا نكنيم حق نايف هزاز الصقر ويسلموه لاحد ثاني. لا لا، هنا نوقف. يعني اذا انت تقول مثلا على عبد الله الحمدان الصقر، هنا اوقف. انا بالعكس اقسم بالله اني ادعم عبد الله الحمدان وكل المهاجمين في السعوديه ومعاهم، وتعرف ان انا احب المهاجمين من زمان، لكن تاخذ لقب الصقر؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ فين ذي وفين ذي؟ سنوات طلع ماجد عبد الله وتكلم عن الصقر، طلع سامي الجابر وتكلم، طلع القناص ياسر وتكلم. اليوم جاي تقول نغير الصقر ونعطيه احد؟ افا، يرضيك اجي اغير اسم القناص؟